وأولى فقراتنا لليوم، اشتهرت دمشق على مر الزمان والعصور بشهامة أهلها وبكرمهم والتكافل الاجتماعي اللي كان عم يسيطر على الحياة اليومية، وخصيصا بالمناسبات والأعياد. أيضا الأزمات اليوم رغم أنه هي الظاهرة ما غابت عن السوريين وأهالي دمشق، إلا أنه تغيرت الطرق وبسبب الأوضاع الاقتصادية ربما خف هيدا الموضوع شوي. رح نتعرف أكثر عن قصص كانت موجودة وخاصة بدمشق وخاصة بأيام العيد. بصيرنا نرحب بالسيد عبد الرزاق الحمصي، باحث في التاريخ وخبير في إدارة مواقع الأثرية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، كل عام وأنت بخير. كل عام وانتم بخير. يسعد صباحك، ينعاد عليك بالصحة. يعني عم نحكي عن موضوع العيد اللي اختلف بين الماضي والزمن الحالي، بوجود الأوبئة، بوجود حتى يمكن أزمات اقتصادية مرت علينا، حتى المظاهر أو التقليد الاجتماعي بين العالم تغير، المعايدات تغيرت بعصر التكنولوجيا. خلينا نحكي عن العيد، الفرق بين الماضي والحاضر، زمننا اللي عم نعيشه. مرة ثانية كل عام بخير، وكل عام الجيش العربي السوري بألف خير بمناسبة عيد الجيش، وبنقول له للجيش العربي السوري ثقتنا كثير كبيرة فيكم. أما عن الأعياد والأزمات، يعني التكافل الاجتماعي كان يظهر، القوة الكاملة عند السوري كانت تظهر بالأزمات. يعني عبر التاريخ مرق كثير أعياد وغير أعياد، كان يمرق كثير أزمات كبيرة، كان تظهر التكافل الاجتماعي بأوجه خاصة بالأزمات. اسمحوا لي لكم هيك امرق بالتاريخ شوي، مو بس بالعيد وغير العيد، على الاعتداءات والأزمات اللي صارت بسوريا. يعني صار في أزمات كثير، زلازل، أمراض، اعتداءات، شعب يعني بلد مطموع فيه. يعني قضينا نحن تقريبا 110 اعتداءات عبر التاريخ. إذا بتسمحوا لي أذكر ببعض الاعتداءات وكيف طبعا السوري كان يتغلب على الاعتداءات بالتكافل الاجتماعي المشهور في سوري. مر على سوريا كثير اعتداءات، حاجيب بعض الأمثلة. أنا دائما بجيب مثال، ومر فترة كثير صعبة بقرن 13 و14، المغول والفرنجة، يعني 200 سنة من الدم والجوع والأمراض، وتوجهم تيمور لنك باعتداءه الشهير على دمشق وعلى حلب 1401. بعد 1401 عشر سنين صعبة جدا. هلا بمرق لكم شو هي الصعوبة مشان نقارنها، أصعب من هالوقت بكثير. 1401 اجتاح تيمور لنك دمشق وحلب وقتل أغلب سكانها وقطع روسهم بالحادثة المشهورة، وساوى من روسهم برج اسمه برج الروس، وحرق دمشق واخذ الحرفيين معه. هو اقتناعه انه اذا قضى على دمشق بيقضي على المقاومه بالمنطقه كلها للمد المغولي بالمنطقه. بس خسق هو. بعد ما خرج وكانت دمشق كثير عم تعاني من امراض، بعد ما خرج باشهر اجتاحت سوريا جراد. وبعد ما خرج بسنه اجتاح سوريا الطاعون. هذا كله عم احكي 1401 و2 و3. 1408 احنا بالحالي مرقنا بالثلاثة. ايه بس هذيك اشد، كانت اشد بكثير، يعني 100 ضعف عن هلا. 1408 زلزال عنيف دمر عدة مدن خاصة دمشق، زلزال عنيف. يعني تصوري 10 سنين. بس اللي صار بعدها انه ماتت دمشق، ما بتموت دمشق. يعني مثل ما بقول انا دائما، الموت ما بيخوف، ممكن نحن نموت، الكل يموت، بس دمشق حتضل وسوريا حتضل. يلي صار انه 1410 بدات تبزغ دمشق من جديد، اللي ضلوا بدمشق رجعوا يعمروها. الاعجاز، عجيب انجاز واحد، الاعجاز تقريبا خلال 100 سنه بعد هالجائحه العنيفه جدا، بعد 100 سنة أهل دمشق عمروا 500 مدرسة. حي الصالحية كانت تتزاحم فيه المدارس وما زالت موجودة هي كأبني. ورجعت الزراعة ورجع كل شيء وأحسن. هي سوريا.
كيف بالتكافل الاجتماعي، بالتكافل الاجتماعي اللي كان بأبهى صوره، وبعدين كانوا يعتمدوا على الذات ويعتمدوا على علاقتهم مع الشرق. هلا بيقولوا العودة، بيقولوا انه التوجه شرقا، لا انا بقول العودة شرقا. نحن علاقتنا كانت التاريخية مع الشرق، العلاقة التاريخية مع الصين والهند، هي علاقة وكنا نستفيد منهم، نفيدهم ونستفيد منهم. هلا كان في علاقة كمان روحية قوية مع روسيا، أرثوذكس، كانت دمشق بالنسبة لهم حج. لذلك نحن بقول العودة شرقا، العودة شرقا. وقدرنا بهداك الوقت، قدموا لنا مساعدات وتساعدنا وفتحنا الطرق التجارية، ورجعت دمشق على تواصل حضاري وتجاري. بعد كجي بدي أكون هجوم مغول وجراد وطاعون وزلزال أعلم في 100 مرة من هالمراي. أنا ما عم أقول هلأ بأنه عم سهل الناس أنه الأمر مو سهل، وعم نظر وأحكي بتاريخ. هلأ أنا اليوم وقت طلعت كانوا عم يخبروني أنه شو طالع تحكي هلأ تاريخ وتحكي شعارات وتنظر، لا، الكلمة الطيبة بهالوقت هاي ضرورية، بحاجة وكلمة المحبة ضرورية. إن شاء الله يعني بتساعدنا على إعادة البناء، ونحن 10 سنين مو سهلين. في كمان أحداث كمان عنيفة صارت، إذا بتحبوا كمان بذكر فيها. 1860 الوالي العثماني بدمشق وقنصل فرنسا ببيروت جندوا بعض الرعاة لإثارة فتنة بدمشق، وبلغوا يذبحوا باللون جميل، لون المحبة، اللون المسيحي بسوريا. يلي تصدى لهم هو المسلم الشيخ الحمزاوي وعبد القادر الجزائري، وحموا هذا اللون الحلو اللي بسوريا، اللون المسيحي، وخسقوا وطلعوا. رغم انه اتدمرت منطقة باب شرقي وباب تومة اتدمرت، خلال 3 سنين قعدوا عمارة. بس اللي حمى الألوان كلها، نحن بنحمي بعض دائما، بنحمي بعض وعيلة وعيلة واحدة. في العثماني يلي العالم كله ما شاف أقذر منه، الاحتلال العثماني أقذر مرحلة. كنت عم أقول إنه انبنى 500 مدرسة بسوريا، وقت دخل العثماني لسوريا 1516 كان في 500 مدرسة بسوريا. بعد 400 سنة وقت خرج العثماني كان في 10 مدارس فقط. على فكرة العثماني ساوى مجازر مو بس بالأرمن والسريان. يوم اللي دخل العثماني ارتكب مجزرتين كبار، بس ما كان في اعلام يغطيهم، بحلب وبدمشق. صحيح. لا كان يهنينا بعيد ولا كان يهنينا بشيء. ارتكب مجزرتين كتير كبار ما غطاهم التاريخ، حتى اكبر من مجزر زير الارمن. بس ظل السوري حتى البيوت الدمشقيه كون عم تتعمر بالعهد العثماني، كانوا يجيبوا الحجار من الغوطه من القلمون ومن الجنوب، يجيبوا حجار سوداء ويعمروا بالسر، يحطوا الحجار تحت بالطنبور ويغطوه بالخضرة والفواكه، لأنه كمان العثماني وقت كان يكتشف بيت حلو كان يستولي عليه أو يكلفه بضريبة عالية ما يقدر يدفعها. لذلك بتشوفوا دمشق القديمة بحلب، بتشوفوا من برا كتير متواضع، بتفوتوا لجوا بتلاقي جنة. صحيح هدول انبنوا بالعهد الاحتلال العثماني، بس بناهم السوري. نهاية العهد العثماني كمان مرق علينا 10 سنين صعبين جدا جدا، من 1910 إلى 1920، 10 سنين دائما نحن بنواجه 10 سنين بس بننتصر. بتسمعوا بالسفر برضه، العثماني شن حملة ما خلى حبة قمح بالبيوت السوريين كلها، أخذوا اللي يمول الجيش يعني. وصار يصير صار مجاعة بدمشق حصرا، أكثر شيء صارت مجاعة كتير فظيعة يعني. كان يمرق اجل لك الطنبور ياخذ الناس الميتين من الجوع، يدوروا براس الحيوانات لحتى يلاقوا شيء ياكلوا. يعني وقت صعب صعب جدا كان، اكثر من هلا. ليش عم اقول انا يعني هلا؟ هي تصديقا لكلام جدودنا وقت بيقولوا لنا خلص انه حاج تحكوا هيك انه الوقت صعب، نحن ايامنا اصعب بكتير واصعب وكان من بكتير. قبل اصعب، هلا نحن بنقول لهم لا مستحيل هي الوقت اصعب. خلينا كمان نشوف. ايه هلا الفنان سعيد تحسين حضر هاي المجاعة، اوكي، كان شاب صغير او كان عمره شي 11 سنة،
وصورها فنيا، هو فنان تشكيلي، ما بعرف اذا بتطلع هي. خلينا انا نحكي سمعت عن من كثير من الصورة. جدودنا، سمعت كثير انا توثيق، وعندي وثائق كثير عن هالمجاعة هي، ما بعرف اذا هي وين طلعت هي. بالضبط؟ هي وين بالضبط؟ هاي بدمشق. وين، بأي مكان؟ بدمشق القديمة، هي بدمشق دمشق إذا بتحبي القديمة. تشوفيها تفضلي. عفوا. شكرا. يعني نحن هلا عم لو في وقت في لكن جبت وثائق كثير. في نحف وفي جوع ايه وين بيانات. نحن وصلنا 1920. لا بدي اقول لك كمان انه كان في امراض وحروب، وكان في فيروس اخطر من فيروس كورونا اسمه الفيروس الاسباني، يلي قتل بهداك الوقت من 1918 ل 1920 قتل اكثر من 50 مليون انسان. يعني شو هذا وفي الفيروس؟ فيروس نفسه مثل الفيروس. هلا هو على فكره الفيروس هو ما له كائن حي، هو كائن فعال بيهاجم الخليه الحيه مثل الفيروس هذا كورونا. يعني بقول لك انه في تشابه كثير، وكان دائما 10 سنين 10 سنين نقضي. هي السنه نحن العشره ان شاء الله اخر سنه بالارهاب، والكورونا عملنا ارهاب، والمتخلفين كمان عملوا لنا ارهاب، بس ان شاء الله بيخلصوا. الامراض كانت فظيعه وحروب. تمشي بشوارع دمشق اذا لاحظتي الصوره اكثرها نساء او كبار بالسن واطفال، لانه كل الرجال اخذوهم على الحرب، السفر بر لحرب ما لنا فيها، شيوخ ونساء واطفال، وكانوا يروحوا على الحرب وما يرجعوا غالبيتهم. كان في مشانق كانه وراء في ايه؟ بالصوره في شيء مشانق. هلا ان شاء الله بمناسبه ثانيه بحكي عنها هي بالذات، وبجيب وثائق اكثر نحكي عنها بالذات شو صار بعدين. المهم اجى الغرب كان عم يخطط كمان ليعتدي على شرق المتوسط والمنطقة اسمه بريطانيا وفرنسا، واعتقد غورو وفرنسا انه هذا الوقت المناسب. سوريا والمنطقة عانت مجاعة، عانت حروب، عانت فقر، عانت كتير شغلات، انه هذا الوقت المناسب لننقض عليهم. خسأ. يوم اللي دخلوا الجيش الفرنسي تصدالهم رجالات وجيش دمشق الناشئ او جيش سوريا الناشئ، وانا بقول الجلاء تحقق ب 24 تموز 1920. لانه ادرك غورو انه هاي المنطقه وهالبلد ما حيقعد فيها ساكن، لانه شعب طالع من مجاعات وجوع وفقر وحروب، قدر يتصدى ليش بهداك الوقت جيش فرنسا، وما تهنى ولا يوم، ورجعت سوريا ورجعوا يعمروا، واخذنا الجلاء وانتصرنا وعمرنا. وهلا ان شاء الله انا بتفائل جدا، يعني انا بطبعي متفائل. بيقولوا لي شو متفائل؟ اللي بيعرف تاريخ سوريا المشرف بيعرف ليش اني متفائل، وانا بقول له للناس اصبروا معلش. بس كمان هذا نحن اللي صار عنا نحن حاليا، غير الكورونا هي الارهاب اللي مارسه حتى هو نفسه العثماني القذر. وبرد بقول لم يعرف العالم غازيا اقذر من العثماني، بس اذا بتسمحوا لي كمان اقول انا اكتشفت في اقذر من العثماني يلي عم يمجد العثماني. للاسف في ناس عم تمجد الاحتلال العثماني، هذا اقذر من العثماني. صحيح. أكيد. بس بضل متفائل وبقول لكل سوري بسوريا وبرات سوريا يرجعوا لعقلهم، وهالبلد ما بتستحق هالحقد. يعني نحن البلد كثير حلوة وتاريخها حلو وأرضها حلو وناسها حلوين ودياناتها وقيمنا الروحية كلها حلوة، ما بنستاهل كل إذا. هلا إذا في إنسان عنده مشكلة مع حدا بهالوطن، الوطن ما بيستاهل نأذيه. نتكافل نرجع مع بعض مثل ما كان جدودنا، نتكافل مع بعض ونعيش مع بعض عائلة واحدة وتعم المحبة ترجع، وبقول كفى. يعني الإنسان إذا أنت مزعوج من أخ من أخواتك، أمك ما دخلت تأذيها، والوطن ما لازم حدا يأذيه. أكيد. عندك مشكلة مع حدا ما بيصير تأذي الوطن، تنتقم من الوطن. وبقول كمان يعني سوري منكم الإرهابي والفاسد بكفي أذى، قول له الفاسد حاجتك.
عن جد مع هالرسالة الصباحية والحكاية الصباحية عن تاريخ سوريا، وبدنا نتشكرك، وإن شاء الله أيامنا الجاي بتكون أحسن ومكللة بالعمار والازدهار مثل ما بنعرفها لدمشق. شكرا كثير كل لك، عام وانتم بخير، وأنت بخير يا رب. الأعياد القادمة حتكون أجمل وأفضل إن شاء الله إن شاء الله يا رب. شكرا لمجيئك، وكل عام وأنت بألف خير. وانتم بخير.